طيب أستاذ محمد سالم عبد الفتاح، يعني ملف الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار، كانت إسبانيا محتلة للصحراء الغربية، أنت قلت أنه الملف يعني تم حسمه بالنسبة للمغرب، لكن ألا تعرف أنه إلى الآن إسبانيا تتحكم في أجواء الصحراء الغربية؟ يعني الطائرات المدنية مثلا من الرباط التي تأتي عندكم إلى العيون أو إلى الداخلة تأخذ الإذن من يعني وكالة الأجواء المسؤولة على الطيران في إسبانيا في جزر الكناري، هل تعلم بهذه المعلومة أم لا؟ يعني كيف المغرب حسمت ملف الصحراء الغربية وإسبانيا ما زالت مسؤولة على الأقل على الجو؟ يعني هناك يعني خلط في المفاهيم، لا يوجد شيء اسمه مسؤولية على الأجواء، هناك يعني تدبير في إطار المنظمة الدولية للطيران، هناك الإذن الإسباني موروث من فترة الاستعمارية، ما يوجد على الأرض المنارات على مستوى المطارات، من يدبر المطارات على أرض الواقع هو المغرب، المطارات منشآت سيادية مثلها مثل الموانئ، مثلها مثل الطرق البرية، مثلها مثل الساحل البحري، مثلها مثل البوابات الحدودية، هذا كله تحت السيادة المغربية، شأنه شأن كل نقاط الاستراتيجية الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. سألتني عن مبادرة الحكم الذاتي، وأنا استمعت للكثير من المغالطات التي لا تنطلي على أي كان. الضيف يتحدث عن تحالف وكان البوليساريو أصبحت دولة، ما نحن نعلم أننا مجرد جماعة مسلحة يتم توظيفها ضمن أجندات معادية للمغرب، ضمن أجندات إقليمية من طرف الجزائر، وفي بعض الأحيان تم توظيف فترات سابقة ضمن دعاية الحرب باردة، سواء من نظام الكوبي أو من أنظمة بائدة، نظام اليوغوسلافي، نظام حافظ الأسد سابقا، نظام اليمن الجنوبي، بعض الأنظمة التي انخرطت في الحرب باردة تبنت هذه القضية ضمن الاصطفاف الإيديولوجي، وكلها معظمها أقبر، والمتبقي منها تخلى عن هذه القضية نهائيا، ومن لا يزال يتبناها معزول اليوم، لا الجزائر ولا فنزويلا ولا غيرها. الاستقبال ما يسميه الضيف باستقبال لاجئين وكأنه يعني تم استقبالهم لسواد عيونهم، نحن نعلم على أنه الجزائر تمنع هؤلاء اللاجئين من الحقوق المترتبة على وضعية اللجوء، هؤلاء اللاجئين ممنوعون من حقوقهم المدنية والسياسية، ممنوعون من الحق في التنقل، لا يمكنهم التنقل إلى داخل المخيمات أو خارجها إلا بأذونات صادرة على القطاع العسكري في تندوف. المسألة الأخرى، لا يمكن تأسيس الأحزاب، ممنوع تأسيس جمعيات، ممنوع، وبالتالي هذا نظام توليتاري استبدادي، نظام حزب واحد، نظام يعني عنصري إقصائي متورط في جرائم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا يمكن الحديث عنه وكأنه دولة وكأنه هناك تحالفات وكان البوليساريو صار بإمكانها تتحالف مع جنوب إفريقيا وغيرها. المغرب مدعوم، هناك إجماع عربي داعم للمغرب، كل البلدان العربية داعم للمغرب فيما يتعلق قضية وحدة ترابية ما عدا الاستثناء الجزائري، والقمة العربية المنعقدة في الجزائر سجلت مواقف داعمة للمغرب وكذلك للاجتماعات التحضيرية لها. المسألة الأخرى، كل الإطارات الدولية إذا استثنينا منظمة الوحدة الإفريقية التي سبق أن شرحت سياقات تبنيها لهذا الكيان الانفصالي المزعوم، كل المنظمات التي تشمل هذه المنطقة وهذا الجوار الإقليمي، منظمة الاتحاد المغاربي لا تعترف بهذا الكيان المزعوم، منظمة التعاون الإسلامي لا تعترف به، الجامعة العربية كذلك لا تعترف به، والأمم المتحدة التي تحسم مسألة الاعتراف الدولي لا تعترف به، القوى الدولية الوازنة لا توجد دولة تعترف بهذا الكيان، وبالتالي معروف كما أسلفت على أنه كيان يفتقر لشروط ولعناصر الأساسية المكونة للدولة، ويتم توظيفه في سياق مبتذل، طيب ممتاز، بات متراجعا في سياق الدولي.